بتقضي العيد فين؟ في البيت. في الصالة ولا في البلكونة؟ لا في الصالة. بتقضي العيد فين؟ في البلكونة. الصبح بقى وكده بتاع البلكونة عشان طبعا ما فيش نزول يعني. في البيت. في الصالة ولا في البلكونة؟ يعني على حسب، ممكن المطبخ. عندك فكرة إبداعية؟ إيه؟ فكرة إبداعية؟ كتير. أنت ما تعرفنيش ولا إيه؟ زي إيه؟ إيه؟ زي أي حاجة. إيه؟ بص هناك، بص بس وأنت تعرف. دي فكرة إبداعية في نفسها. إن شاء الله فوق السطوح بإذن الله عشان نتعقم عشان الكورونا بس كده. تمام يا عم، شكرا. هتقضي العيد فين؟ على حسب والله، مش عارفة بقى. ولا في البلكونة؟ لا أحلى. تنادي فين؟ في الصالة ولا في البلكونة؟ لا في الحمام عشان تبقى خروبة شوية. هتقضي العيد السنة دي فين؟ إن شاء الله في البيت. في الصالة ولا في البلكونة؟ لا أكيد في البيت، في قلب الصالة. لا شوية في الصالة شوية في البلكونة. ليه بقى شوية في الصالة وشوية في البلكونة؟ مفيش مكان تاني نروح. هنروح فين؟ المطبخ مثلا. يعني لو احتاجناه هنخشه اكيد يعني. خلاص شكرا. سطح جميل برضو. بس مفيش تكييف. تكييف في البيت طبعا. في الصالة ولا في البلكونة؟ لا انا ممكن اقضي على السرير. انا اللي انا عارف ان انا هنام طول اليوم. تمام. هقضي العيد في البيت. في الصالة ولا في البلكونة؟ لا في الصالة. تمام. هقضي في الشغل عشان ممرضة. هتقضي العيد السنة دي فين يا عم؟ في البيت ان شاء الله. في الصالة ولا في البلكونة؟ لا في الصالة. ازاي؟ جيت يعني في البلد يعني عشان ما فيش صلاة عيد وكده، بس يا ربنا يفك الكرب يعني على الناس يعني. تقضي في الصالة ولا في البلكونة؟ في الصالة ولا في البلكونة؟ لا ان شاء الله ممكن نتجمع كده وننزل تحت البيت في الشارع كده ان شاء الله. عيد السنة دي فين؟ في البيت. في الصالة ولا في البلكونة؟ في البلكونة. اشمعنى البلكونة؟ كده. العيد السنة دي فين؟ هتقضي العيد السنة دي فين؟ في البيت عشان الاجراءات الاحترازيه. هنقعد في البيت برضو من يوم الاحد ليوم الجمعه. طب هتقضي في الصاله ولا في البلكونه؟ لا ممكن في الصاله اكيد. تمام. العيد السنه دي فين؟ هقضي في البيت يعني. في الصاله ولا في البلكونه؟ لا في البيت كله عادي. هتقضي العيد؟ قول ايه طيب، يعني في حاجات معينه ان اقولها؟ السؤال صعب خالص. هتقضي العيد السنه دي فين؟ في البيت. في الصاله ولا في البلكونه؟ لا في الصاله وفي البلكونه، هتنقل من هنا لهنا. هتقضي العيد السنه دي فين؟ في البيت ان شاء الله. في الصالة بقى ولا في البلكونة؟ في الصالة. ألعب بلايستيشن. تمام. هتقضي العيد فين؟ تمام في البيت بقى السنة دي، أكيد لازم يكون في البيت. في الصالة بقى ولا في البلكونة؟ لا يعني في الصالة وفي البلكونة، بس هنعلق أنوار وهيبقى في اختلاف. هتقضي العيد فين؟ في الصالة ولا في البلكونة؟ لا في الصالة.